الأسبوع الماضي موضوع الحلقة كان الوان كاب. بالإضافة أنه كان المطلوب من كل مصمم ومصممة تصميم هات بيسز لكل قطعة من مجموعتهم مع خمسة نعم. فرح وأروى احتلوا الصدارة. أنت بسطتيني اليوم أروى، أنت بتجنني وتصاميمك بيجننوا كمان. أما منطقة الخطر فعاشوا تأثيرها القاسي صالح، صوفيا، فهد، وديع، وإبراهيم. لكن بنهاية الجلسة المغلقة وبعد إتمام عملية الإنقاذ، وديع، صالح، قرر كريم عكرة استبعاد إبراهيم. إبراهيم، you are not a fashion star. I'm not a fashion star for you guys, but I will design clothes and they will sell. Thank you. هالأسبوع تتجدد المنافسة بتحديات أكبر. رح تشوفوا شو نتيجتهم بعد لحظات على رانواي فاشن ستار. نستقبل ضيف من عالم الموضة وبيشارك اللجنة بالقرارات. رحبوا معنا ديزيري صادق، مديرة تحرير مجلة ال في الشرق الأوسط. هلو ديزاينر، انتو اخترتوا تكونوا ديزاينرز وهيدي المهنة مش هينة أبدا. ثيم هالجمعة حيكون تصميم مجموعة ready to wear مستوحاة من الأزياء الشرقية مثل الكفتان، العباية. ما عملتش قبل كده حاجة زي دي، فده أكيد مش حاجة سهلة. حسيت 100% أن هذا مش أنا. أنا متأكدة مليون بالمية هم ما يبون شيء تقليدي، يبون الفستان عقب 10 سنين كيف بيكون شكله. كتير مبسطت لأن هيدا الشيء أنا مني عامله من قبل، وعثوت أنه it's a good opportunity أنه هلأ أقدر أعمله. عم شوف ابتسامات. أنا التاست مهضوم يعني مثل البقوة، مش أنه التاست جاي من الفضاء. هلأ ديزاينرز رح تروحوا على الأتوليي، حتلاقوا على طاولة كل واحد منكم ماشي برينتد ملونة. رح تكونوا مجبورين تستعملوا هيدي القماشة على القليلة لواحد من تصاميمكم. أخذت استعملت اليوراكس. اليوراكس عادة بيستعمل على قطع صغيرة. عملت جمب سوت، هيدا الشي ما زبط معك بس عجبني الديتيلز، الورود على الفساتين. فرح حاولت تصلح بس ما نفع معاها، انه اختارت القماش الغلط. لا ما عجبني، ثلاثة ما كانوا ناجحين. انا حبيت هالخليط بالقماش وهالوردات الكبار، فيهم مودرنيزم لقيته جديد. اذا ديزيري شافت فرح افونغارديز، خلينا نشوف رأي ريم عكرة. انا حبيت الالوان بس في شغلة ما حبيتها أبدا أبدا، حسيت حالي ستار تراك يعني، ما بعرف وين رحت. مشان هيك ما بعرف بعد، بدنا نشوف. الثلاث فساتين هن عبارة عن المصباح المغربي، بقى عملت فستان عليه قصات كتير، تاني فستان عبارة عن شيبس منشوفها بالموروكان لانترنز، وثالث فستان هو فستان طويل مور مودرن مور رومانتيك. قررت اني اعمل الكولكشن كافتانز اراوند ذا وورلد، اخذت من افريقيا المغرب، واخذت من اوروبا تركيا، واخذت من اسيا الجزيره العربيه. كلهم فيهم الفليفر اللي هو العربي بس باشكال مختلفه. ثلاثة اوسط حيكونوا، واحد يلو، الثاني حيبقى يلو مع البرنتد فابريك اللي احنا خدناها في التشالنج بتاعنا، والثالث حيبقى الجرين مع برضو نفس القماشه اللي فيها البرنت اللي احنا خدناها.
الديتيلز تبعه مع الازرار بس كانت لازم تكملهم.